لا 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 هاي شنو يا طيبين؟ شو هالسكنات اللي نزلت اليوم بفري فاير؟ اي حركاتك عن جد انواع جديده من السكنات يا جماعه. اشي فيري فيري بلوز يا شباب، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء معي زي كرام. يوم تمترون اعزائي، نزل سكنين جديدين بفري فاير، وبهذا المقطع سوف نحاول نحصل هذا السكن يا اساطير. بس قبل ما نخوض اعمل اي شيء، اوكي ركز، هذا بعرف سرعه النور يا اخي. هي اصبر اصبر، خلينا نحط على السيف شباب. هون في عنا نازل السيف كمان، خلي الوضع ريلاكس. قبل ما بلش شباب، لا تنسوا تصلوا على الحبيب محمد عليه الصلاه والسلام، وتسلموا بزر اللايك ليديز اند جنتلمان، وشو كمان؟ لايكات، واذا مش مشترك اشترك حبيبي، واذا مش مشترك كمان اشترك، تمام؟ ويلا بس بستناك تنزل تشترك وتفعل زر اللايك. اوكي فعلت، امور بلوس، كل شيء تمام. وحبايبي الله يسعد بيكم، جمعة مبارك عليكم اعزائي الكرام. بس قبل ما نبلش شباب، مثل كل اي مقطع شباب بنزلكم اياه، بنزلكم قناه جديده يا شباب، الله يسعد ليكم، فتح قناه جديده، اللي ما راح اشترك شباب هناك يروح يشترك يا شباب، وخلي الوضع باللوز معلم يعني شباب. يلا بسم الله، هات نشوف معلم السكين. هون عندنا هون كمان حقيبه نزلت جديده يا طيبين. قول لي ايش باللوز؟ وهون معلم بيكلفنا السكين، الشيء اللي فهمته هون بيلزمنا تقريبا 130 ايوه تمام مال الحقيبه. في شفت انا في سلاح شو اسمه النقار ولا نقار، لا ايه نقار، لا دراجنف المدو. اوكي طول بالك يا شباب، خلينا نبلش شباب، نشوف اول لفه، نشوف كم راح يطلعنا من التوكن، او ممكن يطلعنا السكين. وين تلالي السلاح، والله شيء حلو. اوكي هاي بدايتها معلم، حصلنا السلاح يا جماعه. معقول حصل شيء ثاني؟ ولا طلع لي مرتين السلاح؟ ولا طلع لي سيف؟ السيف؟ وطلع لي سيف مرتين؟ وشو الحظ عليكو؟ وال الوضع معلم. حظنا اليوم شو يا شباب؟ بلوز. طلع لي السلاح مرة ثانية. ديم. اوب 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 اوب، خلينا نكمل شوي الوضع نشوف شلون. اوكي طلع لي السيف. ابو شريك سواني شوي. لا شباب شغلوا شوي، في شوية سرعة هنا معلم، رح نوطي شوي صوت اللعبة لأنه الوضع معلم مو باللوس. وطي شوي صوت اللعبة معلم لأنه هالشيء الخلف اللي ورا عم يصير يا زلمة ايش هو. اوكي نرجع لهون. ايوه نشوف حظنا معلم كيف رح يكون حظنا هالمرة اليوم. وصلت ل 70 توكن يا اخي. اعطونا السكين بلو يا اخي، ليش ما تعطونا السكين؟ اعطونا السكين معلم، فرعونا يا شباب من اول لفات هيك حركات بركات. ايوه وي حصلنا الحقيبه يا شباب، امورنا طيبه على فكره. ها لا والبلوز، والله شيء حلو يا جماعه. ديم هاي جبنا السكين كمان معلم. اصبر نعمل هيك، نفتح نعمل هيك، ارجع هيك تمام. والله باقينا السكين يا شباب، امورنا طيبه يا جماعه. بس 130 معلم بيكون جبنا كل شيء يا اخوان. ديم. اوكي 13 باقينا شوي وبيكون حصلنا كل شيء. معقول يطلع لي سكين شباب قبل ما نوصل 130 توكن؟ اويلي. اوكي 125 لفه الاخيره. اها وهي وصلنا 132، وهيك بيكون نعمل استبدال، وهيك بيكون شباب حرقنا ابو الحدث. نعمل فتح تزويد ونروح نشوف شكله معلم. والله بصراحة سكين حلو، سكين حلو يا جماعة. خلينا ندخل هون نشوف، حتى الحقيبة نشوف الحقيبة، شكل الحقيبة. الحقيبة ما فيها مستويات معلم، عم بيقول لك هون يطلق شو؟ تأثير خاص عند القضاء على العدو، يطلق تأثير خاص عند. اوكي. والله سكنات حلوة يا جماعة. ترى شباب حياتنا يعني هي أول مرة في الفات نزل هيك سكنات. حتى مش هيك نوع من السكنات بفري فاير يا جماعه. اوكي تمام هلا بنعلم، رح ندخل بشكل سريع، خلينا ندخل لعبنا شي جيم هيك خفيف لطيف من ال الزب الوحيد شباب، نشوف الزب الوحيد الشباب، نعمل حركات بركات هيك تكتيكات الاف على اللوز. ايوه انا هون. اوكي ناخذ ام بي 40. اوكي تمام بطلت صوت اللعبه من شوي، خليني ارفعها شوي. ايوه نلعب ضد الافاتار. الله اوه حتى الاي بي 40 طالع حلو مع السكين. اوكي هي الراس السكين، القلب معلم السكين. وال
والله شي حلو. معلم الامامي معلم وينه معلم؟ قول ملقلق صاحبنا يا شباب، صاحبنا ملقلق يا جماعة. ليش ليش يا اخي يا جماعة تدخل دايما على ملقلق؟ لا 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 ابو اوو اوو ابو التهر يا الزلمة طول بالك عجي. ايو اصبر علي. جيتك 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 عم تغدر عم تعمل حالك عم يعمل علي مقلب الفصل النت ولا شلون؟ اصبر تعمل حالك مقلب مقلب فصل النت. اصبر يا معلم. وينه وينه وينه؟ هذا هو شو عم بيصيرون؟ ريكو ركز حبيبي ورا. هلا شوفي هون ابو شريك ديو مين يشتري ويشتري؟ لا بايش لحالك معلم يقتلنا مرتين؟ نو 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 لا 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 والفي لا 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 والف جايب دبل شوتجن معلم يختار. شايفين اخسر شباب هذا الشخص الجميل. اوبا فسد اللعبة عندي. لا 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 رجع اللعبة نشوف معقول تفسد. اوكي رجعوني على الجيم. اوكي رجعوني على الجيم. ول شو عم بيصيرون؟ شو عم بيعمل هذا؟ الشباب انا والله دخلت ادوخ يا جماعة. ول 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 اوكي نجرب الدراجنيف هذا معلم اللي جبناه من شوي. دراجنوف دراجنوف دراجنيف هذا هو جاي. لا ما ثبتته يا شباب. يلا معلش بنجربه بالجيم اللي بعده. وين صاحبنا؟ جيب شي مولتا فيك يا معلم. هلا برو. اوه الون تاب والله شي باللوز. خلاص شباب خلينا نعطي الجيم معلم. راح ننسحب نعطي الجيم معلش معلش راح ننسحب اعطي الجيم معلم معلش معلش صاحبنا شوي منقلك. يلا ولا تعمل هيك نعطيه الجيم. اوكي خلاص تعطي الجيم معلم معلش خلينا نروح نجرب شباب السكين الثاني اللي حصلنا عليه. اوكي هذا الازرق بس شو كان اسم السكين هذا ما انتبهت له صراحه. من كثر ما متحمس معلم دخلت مباشره. اوبا لك هذا السكين شاف فيه بس شيئين. ايوه ول ول ساكورو مش محمل حزبة الساكورو. اوه الراس كله معلم شوف شو راس كيف. ايوه اوكي 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 نرجع ال على الاخرى هون سكنات هون وعندنا هذا السكين الثاني وحزمه جوهر الابدي. اوكي نعمل له فتح. طبعا هاي فيها ثلاث يعني ثلاث قطع يا جماعه تمام. عندنا هالقطع هون ايوه هذا هو شوف عندنا هالقطع هاي. اوه ترى فيه افكت ما افكت شوف معلم استخدم معدات طبيه. فيه افكت لحرارة المعدات الطبيه. اوكي ندخل على التدريب لنشوف. اوكي طب قبل كل شيء قبل كل شيء راح ادخل هيك اشوف السلاح اللي اخذناه من شوي اللي هو وين هذا معلم الرشاش البندقيه الراميه هاي. حصلنا على هاي ولا غلطان مدى؟ ايوه هي الانكسار بدي هاي هي جبناها عملت تجي معنا فيها اثنين مدى. ندخل هيك نجربها بالتدريب على الخفيف. لا مو هون هون على الخفيف هيك نشوف بنفس الوقت نشوف السكين ونجرب هذا السلاح نشوف وضعه كيف في اللعب. اوكي هذا هو سلاحنا وهذا هو السكين تاعنا تمام. اوكي 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 خلينا نشوف هيك نعمل هيك تمام تمام. ناخذ 100 كيت نظن ناخذهم 100 كيت ولا لا يا جماعه ما اتذكر. ايوه ناخذ 100 كيت. اوكي لا وين راحت؟ ايه اوكي اخذنا 100 كيت. طبعا هون اللي لازم لما اوكي ندخل جوا الجيم ونشوف الليفك كيف لما نعمل 100 كيت تمام. هلا بالطيبين اصبر. اوكي 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 نوقف هون الافكت على الميت كيت. اوه حركاتك يا جميل حركاتك سوري شباب بس انا ماني حاطط اسلحه يا جماعه طوروا لي بالكم بولو اطلع من هون معي سلاح واحد يا شباب لازم اصبر. اي اي لا 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 شو عم يعمل حركات هذا مع بشري؟ شو معلم عم تعمل لي حركات مايكل جاكسون؟ لا يا شيخ شو عم بيعمل هذا؟ تعال ورا بربرك يا زلمه تعال شو عم تعمل؟ الله شو عم يعمل هذا اللاعبي والله يهديك يا زلمه. اوه يا اللاعبي والله مرعب عليه بده يعمل شي حركه معلم اسطوره بده يعمل شي حركه صاحبنا. يا الله جي 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 اوبا اوبا اوه معه سنايبر سنايبر يا زلمه.
اوكي سوري شوي شباب، باقي هون شغله ما جربناها اللي هي الحقيبه. طبعا الحقيبه هاي فيها مستوى واحد فقط بس هيك، ما هي 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 معلم، ما ما لها مستوى ثاني. يعني هالشيء المميز في الحقيبات اللي جديده عم نزلوها في الفار، ما اعرف اذا حصلوا يمكن ثاني حقيبه ولا ثالث حقيبه عم بينزلوها بهذا الشكل يا جماعه. اوه اعزائي الكرام، وهيك بكون انتهى مقطعنا اليوم. ان شاء الله استمتعتوا بهذا المقطع الخفيف اللطيف الظريف يا جميلين. نتمنى لكم يوم من سعيد وجمعة مبارك على الجميع وعليكم. وما تنسونا حبيبنا باشتراككم ولايكاتكم ودعمكم الاسطوري يا شباب وبنات. وبنفس الوقت حبيبنا مش مشترك بالقناه الجديده يروح يشترك لنا شباب، رابط تحت بالوصف. اوكي.